خفيفة، شوفوا شلون يخفي كل شيء. هذا الاختراع اللي ما له شبيه على وجه الكرة الأرضية. شايفين الفرق؟ على خشمي هي في مسامات صغيرة هم راح أخفيها بالماجيك برش، راح أدش بعمق على المسامات ويخفي لكم إياها. بس اختفى كل شيء. ليش هو حاصل على المركز الأول إلى الآن في عالم البرايمرز وعالم الديلي فاونديشنز؟ أول شيء لأن بلحظة واحدة يخفي المسامات والتصبغات والهالات والخطوط الدقيقة، وفي نفس الوقت ما يقمتها، ما يقمتها، يعني يخلي البشرة تستمر في التنفس، ما تنقمت. هذا الشيء المميز في الماجيك فينش من أمازون، علشان كذي هو النمبر 1 في البرايمرز، شيء ما له شبيه، ودائما يخلص هذا الصج. لحكوا عليه الصج، هذا مو غشمرة، هذا راح يطير، راح ينتهي كم يوم وراح يطلع سولد اوت. عشان كذي قلت لحق واقول لكم عنه.